وإذاك جاء الجواب من الله تبارك وتعالى إنك من المنظرين، ولم يقل إلى يوم يبعثون. وجاء تفصيل ذاك في سورة صاد، فقال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، وليس إلى يوم يبعثون، وإنما إلى يوم الوقت المعلوم، وهو يوم ينفخ في الصور فيهلك جميع من في الأرض، حتى يقول الله تبارك وتعالى لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه ويقول لله الواحد القهار، حتى الملائكة يموتون، كل شيء يموت إلا الله جل وعلا، وإبليس يموت. فإبليس هنا طلب مستحيلا، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، فقال الله جل وعلا إنك من المنظرين، لكن لم يبين إلى متى، لم يقل إلى يوم يبعثون، ولا قال له أجبت طلبك، وإنما قال أنت من المنظرين. أين فصل هذا؟ في سورة صاد، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وذلك إنسان عندما يقرأ القرآن يفسر بعضه بعضا، تفسر آيات القرآن بعضها بعضا، فالله أنظره ولكن ليس إلى يوم يبعثون، وإنما إلى يوم الوقت المعلوم. وقال من المنظرين، إذن في آخرين غير إبليس، هناك آخرون غير إبليس منظرون إلى ذلك اليوم، وهم الذين تقوم عليهم الساعة، الذين ينفخ في الصور فيهلكون جميعا، منهم إبليس في ذلك اليوم العظيم يوم ينفخ في الصور فيهلك جميع من على وجه الأرض، ثم الله يهلك الملائكة كلهم أجمعين. حتى جاء في الأثر أن الله تبارك وتعالى ينادي ملك الموت فيقول بعد أن يأمره أن ينفخ في الصور، يقول من بقي؟ فيقول بقيت أنت يا رب وملائكتك، فيقول اقبض أرواح الملائكة، فيقبض أرواح الملائكة، فيقول من بقي؟ يقول بقيت أنت يا رب وجبريل وأنا، قال اقبض روح جبريل، فيقبض روح جبريل، فيقول الله تبارك وتعالى من بقي؟ يقول بقيت أنت يا رب وأنا، يقول له مت، فيموت. ثم ينادي الله تبارك وتعالى لمن الملك اليوم، فلا يرد أحد، ثم يجيب الله نفسه سبحانه وتعالى ويقول لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. فالقصد أن إبليس طلب طلبا لكنه لم يجب إليه. وقال بعض أهل العلم إنه لما قال أنظرني إلى يوم يبعثون، فقال الله له إنك من المنظرين، ليس إجابة لطلبه، وإنما من باب الإخبار، يقول لا تطلب، أنا حكمت بهذا وقدرته أنك منظر إلى يوم يبعثون ابتلاء واختبارا لبني آدم، حتى أنظر من يطيع ومن يعصي، من يسلك طريقك ومن يأبه،